هذه الآلة من الداخل، مثلا أقفال الباب ينفتح من هنا، هذا خاص بالزجاج الذي يغلق هذه الجهة، عليك إلا هكذا وتجلبه وهكذا ينغلق. كذلك في الجهة الأخرى من الباب. أما الزجاج الذي هو بالخلف فعليك إلا تضغط على هذه وهذه مع بعض وتجذب الزجاج حتى ينغلق في الجهة الخلفية. المهم عندنا هذا المقبض يعمل عند اتجاهه إلى الأمام، تسير الآلة إلى الأمام ورجع إلى الخلف، تسير الآلة إلى الخلف، وهذه في النقطة الميتة. هذا هنا المنبه. المقبض الثاني يعمل للغمازة هكذا من جهة اليمين، النقطة الميتة هكذا من جهة اليسار، هذا لقذف الماء على الزجاج الأمامي، وهنا سرعة العيدان التي تمسح مساحات الزجاج، وهكذا عندما تشعل الأضواء، مثلا الأضواء هنا الأضواء الكاشفة، هذا المنبه الضوئي يعمل بأربعة الغمزات الأربعة، وهنا الأضواء الضبابية، هذا للدفع الرباعي، هكذا دفع رباعي، وهكذا يدفع بعجلتين فقط. المقبض هكذا تضغط على هذا ثم تجذبه إليه هكذا، وإذا حتى تحكم في السياقة تضغط على يرجع. هنا عندنا دواسة السرعة وهذه المكابح، دائما في المكابح في الآلة هذه الجهة اليسرى وهذا المكبح الجهة اليمنى. طبعا أنت لا تستعمل واحدة بل تستعمل اثنان، هناك حالات تحتاج فيها إلى استعمال واحدة، لكن نحن دائما نستعمل الاثنان. هنا لزيادة سرعة الآلة ما عليك إلا الضغط على هذا القفل اللي هنا واختيار السرعة المحددة، هنا في السرعة في الواحد يعني سرعة مخفضة، هكذا اثنان، هكذا ثلاثة، هكذا أربعة. نحن دائما نعمل بين الاثنان عند العمل. مثلا هنا المكبح اليدوي وتنزعه بالضغط على هذا، هذا المقبض لرفع المجرف الأمامي إلى الأعلى، وهكذا إنزاله للأسفل، هكذا لفتح المجرف، وهكذا لغلق المجرف، هذا لفتح السكين المجرف، فتح وهكذا غلق، طبعا لفتح وغلق السكين، وهكذا أيضا يغلق ويفتح المجرف كما هو مبين. هنا عندنا التحكم بالكرسي، مثلا هذا لإدارة الكرسي، وهنا للتحكم بالكرسي لإرجاع إلى الخلف أو تقديمه أو تأخيره. في الجهة الخلفية تعمل المقابض كما هو مبين في الرسم هنا، هنا للتحكم بالأرجل في اثنان، هكذا للإنزال وهكذا لرفع الأرجل، هذا لليسار وهذا لليمين. نبدأ بهذا المقبض، هذا المقبض عند إنزاله إلى الأسفل يتحكم بالذراع الكبيرة هذه، وهكذا لرفع المجرف، وهذا لفتح المجرف، وهكذا لغلقه، هذا للتحكم بالذراع إلى اليسار وهذا إلى اليمين، وهذا لتحريك الذراع الصغيرة هذه، هكذا يذهب إلى الأمام وهذا يرجع إلى الخلف.
هذا لزيادة السرعة للعمل في الجهة الخلفية، وهذا خاص بالضغط عليه عند استعمال المطرقة. طبعا المطرقة تغير المجرف وتلصق الأنابيب كما فيها في هذه الأنابيب الهيدروليكية الخاصة بالمجرف. هذا يبين لك إذا كانت الأرجل نازلة عند اشتعال الضوء، يعني يبين لك أن الرجل صاعدة، يعني لو أنها نازلة ستسمع منبه بالداخل أن الأرجل نازلة، وهذا شيء جميل للإنسان الذي ينسى الأرجل وخاصة المبتدئين. هذا خاص بالصمام الذي يثبت هذه الذراع كي لا تنزل. هذا كما أن هذا يتحكم بالذراع حتى لا تذهب إلى اليمين ولا اليسار. هذا تجذبه من هنا وتضعه في هذه الأمور، وهذا لعدم إنزاله إلى الأمام. نأتي إلى هنا دائما في الآلات جي سي بي، عليك كل آلة ولها كودها الخاص، ما عليك إلا إدخال الكود عند إدارة المفتاح هنا وتدخل الكود وتدير وتضغط على أنتري، تنتظر قليلا ثم تدير المفتاح حتى تشتغل الآلة. هذا خاص بالمبرد والمسخن، هنا للضغط لاشتغال المبرد تضغط هنا، وهذا التحكم بالمروحة وزيادة سرعة المروحة. هنا مختص بالبرودة والحرارة، وهذا لعمل الهواء من الداخل أو من الخارج. هذا لصمام الذي يفتح صمامات القاعدة، هذه لا تسير إلا بعد فتح هذا الصمام. هذا لمسح الزجاج الخلفي، وهذا الأضواء الخلفية، وهذا لاستعمال المطرقة. طبعا عند تغيير المجرف الخلفي ثم تضغط وتركيب الأنابيب، ما عليك إلا الضغط على هذا هكذا، ثم تستعمال بالأرجل هذه. هذه للأضواء الأمامية وهذه للتنبيه. هذا لزيادة ضخ الهيدروليك، يعني هكذا ستعمل آلة ثقيلة، وهذا السرعة تعمل بسرعة. طبعا هنا عندنا سرعة المحرك والمستوى المازوط، وهنا لقياس سخونة الآلة. هذا ما عندنا بالداخل، وسنكمل إن شاء الله من الخارج.